نبدا معاك سي نسيم بالخياط، سي يو نيو موتورز، اول ماركه ديال السيارات المغربيه. سي نسيم بالخياط، عرفتي علاش انت اليوم هنايا؟ قول لي علاش. لسبب بسيط جدا، لانه كانت عندك الجراه واحد النهار تحلم وتفكر وتقول اجي نصنع سياره 100% مغربيه. بزاف ما تيقوهاش، حتى شفناها، حتى انا ركبت فيها والداخل فينيسيون ديالها مزيانه ومريحه وفيها بزاف ديال الحاجات، تبارك الله تبارك الله عليك. لانك حلمتي هذاك الحلم، امنتي به، تقتي به، وصلتي به اليوم للمغرب وعلاش لا للعالميه. احنا قلنا ما يمكنش يكون عندنا هذا لو ديبا اليوم على لونسينيومون ميد ان موروكو وما نجيبوش نموذج كيبين لنا انه لو ميد ان موروكو فعلا ممكن يوصلنا لواحد النموذج متقدم اننا نصنعوا به شي حاجه. اكيد ان هادشي كيدوز من التعليم، من لونسينيومون، من لا فورماسيون، من لي كومبيتونس، من الكابيتال نو ماتيريال ديالنا ديال المغرب. سي موسي بالخياط، سي نسيم بالخياط، بحال واش تبغي وزير شي فايت عليك؟ بغيتي بالعربيه، بغيتي بالفرنسيه باش مرتاحيتي، بارك الله فيك. واش ممكن تعاود لنا القصه ديالك؟ القصه ما نعاودهاش، نقول لك علاش جيت. فاش قالوا لي غادي تكلم على التعليم والميدين موروكو في التعليم، معناتها اليوم عندكم مسؤوليه كبيره كاساتذه، كمديري الاكاديمي ولا الاليونس ديال لونسينيمون بريفي، انسي الاليونس ديال لونسينيمون بريفي، هو ديروا الثقه في التلاميذ ديالكم. معناتها تقولوا لهم علاش لا، علاش لا، حتى انتم قلت لكم ديروها. فاش خدمنا ودرنا السياره ديالنا، خدمنا من 2016 وحنايا خدامين بلا ما نقولوها حتى شي حد. علاش؟ باش الناس ما يقولولناش ما يمكنلكش ديرها. كنا خايفين من الناس اللي غير هما اللي غادي ما غيخليوناش نوصلوا لهذا المنتوج. اللي خدموا معنا داروا فينا الثقه، ما داروش الثقه الكامله فينا، داروا الثقه على اساس انا مخلوع كاداره، الوزاره، البنكه، هذا التعليم، هاد لي بارتنير باش كتجيب مشروع من الفكره حتى المنتوج، كلشي خايف يوقع. وإلا البروجي ما نجحش غياكل الدق معانا. دونك هادو كاملين هما اللي قنعناهم واستطعنا نقنعوهم وداروا فينا الثقه، وديك الثقه خدمنا بها باش نزيدوا نشجعوا في هذا الابتكار. الابتكار ماشي هو غير المنتوج، هي كيفاش دوز الفكره للمنتوج. واللي جيت نقولوا اليوم زعما الاكاديمي، سي خصكم تعلموا العلم ولكن تعلموا حتى لونتربرونيا. لونتربرونيا علم جديد. المشكله هي التلاميذ في حالي راه قرينا وقرينا مزيان، قرينا في المغرب، قرينا على برا، الحاجه اللي ما علموناش هي كيفاش نسيروا شركه، كيفاش نتكلموا مع لي سي اي، كيفاش نتكلموا مع البنكه، ماشي تصوب البيزنس بلان ديالك، لا كيفاش غادي tu vas vivre les étapes. هاد السبع سنين اللي عشناها ماشي كامله غير ابتكار على السياره، سيتي خمس سنين ديال الاداره ديال البنكه، كيفاش تقنع مسؤولين. هاد العلم انا كنصح، جو سي كلو ام 6 بي ايت ان اكزومبل اليوم، نموذج المغرب اللي غادي يبدل المايند سيت، المايند سيت ديال التلاميذ اللي كيخرجوا، غيخرجوا بعلم ديال كيفاش ترانسفورم الفكره اون رياليتي، وكيفاش توجه لهاد المشاكل اللي غيجيو. كيجيبوا لنا الله، انا فاش جبت الباك ديالي يسحبني صافي نجحت في الحياه، ومن بعد فاش جبت الباك بلس 50 دوا يسحبني صافي غادي نجي غنجبر خدمه. لا، لحت واحد 1000 100 سي في وما جبرتش الخدمه. فينالمون كدوز من الاصدقاء اللي كيجيب لك. دوك هاد لا بريباراسيون راك كدير في الصغر، كدير في لي زيكول. تكلمت مع سي صلاح، تبارك الله، هاد لو ترافاي كيديروا في المدارس ديالو، داكور. دونك انا اللي يمكن نقول لكم بالنسبه لنا ليكسبيريونس، سي ليكسبيريونس ديال علاش لا، شجعوا الناس ما ينجحوش، سي با غراف، هذاك هو ليشيك، هو لا ريوسيت. كيفاش يعاود يعاود يحاول ويدير الثقه في راسو، صافي ما فيها باس. هذا سي لو ميساج اللي كنت باغي ولا بدا ندوز لكم، سي لا ريوسيت، سي لونتربرونيا. لونتربرونيا سي تقبل ليشيك، ماشي تقول له انت ما درتيش، انت كسول. هذيك كسول خصها تخرج كاع من لو فوكابولير ديال لي زانستيتيوتور اي المدارس. او كونتخيغ، ما حاولتي ما استطعتيش عاود حاول. فوالا، اي سي كوم سا كون ريوسي، اي سي كوم سا كو سي
Rémi certainement a dû trouver sa recherche, c'est en réussissant, c'est en échouant, en cherchant quelque chose et en réussissant à trouver autre chose. ما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.